بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في حلقات برنامج نور على الدرب، والتي يسرني أن أعرض فيها رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح، شاكرا له استجابته لإجابة السادة المستمعين، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردت من شامل صالح محمد من العراق، يقول فيها: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للمصلين السلام في داخل المسجد والإمام على المنبر؟ وهل يجوز رد السلام لمن سلم عليه أحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب، وأخبر أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، بمعنى أنه يبطل ثوابه، لكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وإنما يبطل ثوابه. مما يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب، لا بالبداء بالسلام ولا برد السلام. من دخل والإمام يخطب فإنه ينصت ولا يتكلم بشيء، لا بسلام ولا بغيره. وكذلك الذين يستمعون الخطبة لا يردون السلام، لو أن جاهلا دخل وسلم إنهم لا يردون عليه، لأن هذا من الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من دخل والإمام على المنبر ولم يبدأ الخطبة فلا بأس، أو يستحب له أن يسلم، إنما المحذور وقت الخطبة لا قبلها ولا بعدها. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يقول هذا السائل بأنه رجل مصلي لكنه ثقيل في نومه، فلا يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها ويؤخرها. هذا ليس عذرا، أن الإنسان يعتاد التأخر عن صلاة الفجر ويتعلل ويعتذر بالنوم. الواجب عليه أن يقوم لصلاة الفجر وأن يهتم بها وأن يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر، لأنه لو كان له عمل من أعمال الدنيا في آخر الليل لعمل الأسباب للاستيقاظ لطلب العمل الدنيوي ولم يفرط. والصلاة فريضة عليه، لا يعذر بالنوم الذي استسلم له ولم يهتم بالقيام لصلاة الفجر، إنما النوم عذر لمن عمل الأسباب للاستيقاظ ولم يستيقظ. في بعض الأحيان غلبه النوم، في بعض الأحيان غلبه النوم، هذا معذور، لأنه بذل الأسباب للاستيقاظ وكان عازما على القيام ولكنه غلبه النوم، فهذا معذور. أما الذي لم يعزم على القيام ولم يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر فهذا نتيجة إهمال، والمهمل غير معذور. فلا يجوز للمسلم أن يعتاد هذا الشيء وأن يتثاقل عن صلاة الفجر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. فالأمر خطير جدا. وعلى كل حال، المسلم إذا اهتم بصلاة الفجر وعزم على القيام فإن الله ييسر له الاستيقاظ، أما الذي لا يهتم بها ولا يبالي بها فإن الله يعاقبه بالغفلة عنها والتأخر عنها حتى يكون هذا أشد في عذابه والعياذ بالله. نعم، ثابكم الله. هي في الحقيقة ظاهرة مزعجة أن ترى مساجد المسلمين في فريضة الفجر يقل فيها المصلون، وفي كثير من الأحيان الذين أيضا يقعون في هذا هم مظنة الخير، إلا أنهم ربما كما تفضلتم لا يأخذون الأسباب، وهناك ظاهرة النوم المتأخر والسهر وأثرها على
التخلف عن صلاة الفجر، فبماذا تعلقون على هذا؟ نعم، وهذه ظاهرة سيئة، تأخر، كثرة التأخر عن صلاة الفجر، ولا سيما ممن يؤمل فيهم الخير، وهذا نتيجة للعادات السيئة والمخالطة للكسالى من ناحية، ومن ناحية أخرى للسهر والمداومة على السهر، فكثير من الناس يجعلون الليل وقتا للسهر، فإذا أقبل الفجر ناموا وثقلوا عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء، ويؤثر أن ينام من أول الليل من أجل أن يستيقظ في آخره. فهذا من الأسباب التي تعين الإنسان على القيام في آخر الليل أن ينام من أول الليل، فيجب ترك هذه العادة السيئة وهي الاستمرار في السهر والتأخر عن صلاة الفجر. ولا شك أن القيام له أسباب، من أهم أسبابه أن ينام الإنسان مبكرا ليأخذ حظه من النوم وراحة البدن، من أجل أن يقوم من آخر الليل للتهجد وصلاة الوتر وصلاة الفجر بنشاط. الواجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر بأمر دينه، ولا يتجارى مع العادات والتقاليد الفاسدة ويضيع دينه، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من أخ مقيم في المدينة المنورة، رمز لاسمه بعين شين ها، يذكر بأنه متزوج بامرأتين، إحداهما معه هنا والأخرى في بلاده. يقول: أعرف أن من الواجب علي أن أعدل بينهما في النفقة والمبيت، ولكن كيف أفعل وأنا لا أستطيع أن أقسم النفقة بينهما لأن مرتبي ضئيل، ومن ناحية أخرى لا أستطيع أن أسوي في المعاشرة والمبيت، فأنا أقيم مع التي معي هنا 9 أشهر وأقيم مع الأخرى 3 أشهر إذا سافرت إلى بلدي، فهل علي إثم في هذه الحالة؟ في دنيا أفادكم الله. أما العدل في النفقة هذا واجب حسب استطاعتك، لأن تعطي كل واحدة أو تنفق على كل واحدة حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت تعدل بين زوجتيك النفقة الحاضرة والغائبة بأن تدفع للغائبة من النقود على حسب استطاعتك ما تنفق به على نفسها، أو تدع لها من الطعام ما تستطيعه لأجل أن تنفق منه على نفسها، على حسب الاستطاعة حاضرا أو غائبا. أما المبيت فالواجب عليك أن تقرع بين زوجاتك عند السفر، ومن خرجت لها القرعة سافرت بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بين نسائه إذا أراد السفر، ولا يلزمك أن تقضي الغيبة التي غبتها للزوجة المقيمة، بل إذا رجعت فإنك تقسم بينهن بالسوية. أما الأيام التي غبتها فهذه لا تقضيها للثانية، ما دام أنك أقرعت بينهما وخرجت القرعة لواحدة منهما، فمدة غيبتك تكون معذورا فيها بالنسبة للمرأة المقيمة، وإذا حضرت في بلدك فإنك تقسم بينهن في أيام الإقامة. نعم. وإذا كان سفره بهذه معه بدون قرعة باختياره ورغبته هو، يكون قد غلط في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مكة المكرمة من المرسلة عين ميم. هذه السائلة تقول: هل الغسل وقص الأظافر ومشط الشعر قبل الإحرام بالعمرة أو الحج واجب؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الأمور قبل الإحرام ليست واجبة، قص الأظافر والغسل قبل الإحرام والتطيب، هذه أمور مستحبة للتهيئ للإحرام، وتفعل حسب الحاجة. إذا كانت الأظافر طويلة فإنه يستحب قصها قبل الإحرام، لأن المحرم ممنوع من قص أظفاره وقت الإحرام، فهو يقصها قبل الإحرام من أجل أن يستغني عن ذلك وقت الإحرام. وكذلك إذا كان شاربه طويلا فإنه يستحب أن يقصه قبل الإحرام من أجل أن يتجمل للإحرام والعبادة، ومن أجل أن لا يحتاج إلى قصه وهو محرم وهو ممنوع من ذلك. وكذلك الاغتسال لأجل قطع الرائحة الكريهة والعرق وآثار السفر واستقبال الإحرام بنظافة، هذا مستحب وليس هو بواجب. نعم، بارك الله فيكم. ما أدري يا فضيلة الشيخ، هل بالنسبة للمرأة لها لباس إحرام معين كما هو الحال بالنسبة للرجل؟ المرأة تحلم بما شاءت من الملابس المعتادة التي كانت تلبسها في
بلدها وفي أوساط مجتمعها، إلا أنها تتجنب الزينة، فلا تلبس الثياب التي أعدت للزينة، وإنما تلبس ثيابا عادية وثيابا ساترة وضافية كحالتها في بلدها وفي غير حالة الإحرام. وكذلك يحرم عليها أن تلبس البرقع والنقاب على وجهها، إذا كانت ممن عادتها لبس البرقع أو النقاب إنها تزيلهما وتجعل مكانهما خمارا تغطي به وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، إذا مروا بها أو كانت معهم في مكان، إنها تغطي وجهها عنهم بالخمار وهي محرمة. فليست المحرمة مأمورة بكشف وجهها مطلقة، وإنما هي مأمورة بنزع المخيط للوجه كالبرقع والنقاب. وكذلك يحرم عليها لبس القفازين على الكفين وهي محرمة، تنزع القفازين إذا كانت تلبسهما عادة وتغطي كفيها بطرف ثوبها. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للرجلين، الرجلين تكون مستورة إما بالثياب أو بالشراب، لأن الرجلين من العورة. نعم، بارك الله فيكم. تقول أيضا هذه السائلة من مكة المكرمة، هل يجوز للمرأة الذهاب إلى العمرة بدون محرم إذا كانت من يقيم في مكة؟ إذا كانت المسافة تبلغ مسافة القصر فلا يجوز لها إلا بمحرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، يعني للراحلة، إلا مع ذي محرام، في رواية يوم وليلة، فلا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر إلا ومعها ذو محرم، سواء كان للحج أو لغيره، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه اكتتب في غزوة كذا وامرأته تريد الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر مع امرأته، دل على أنه اشترط لها المحرم في الحج وفي غيره. نعم، بمعنى أنه إذا كان خروجها للعمرة من مكة أقل من سفر قصر فإنها يصح لها بدون محرم. بدون محرم، لكن إذا كان في ذلك فتنة أو يخشى عليها فلا تخرج، إنما إذا أمنت الفتنة. نعم، أثابكم الله. أيضا تسأل هذه السائلة عن حكم الصلاة بالقفازين في اليدين، وحكم الصلاة والوجه مغطى إذا كان هناك رجال أجانب، وحكم الصلاة إذا كانت القدمان مكشوفان أو مكشوفين. هذا كله جائز إلا كشف القدمين، إنه لا يجوز في الصلاة، يجب عليها أن تستر قدميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الدرع الواحد قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، دل على أنه اشترط ستر القدمين. وأما الوجه إذا كانت خالية عن الرجال الأجانب فإنها تكشفه في الصلاة، وإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تغطيه وجوبا في الصلاة كما تغطيه في غيرها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كذلك تستر كفيها في الصلاة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وعورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، فعورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال. نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة أيضا تسأل عن حكم الذهاب إلى الخياط بمفردها بدون محرم. إذا كان هناك خلوة بأن تخلو مع الخياط في محله فلا حرام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخلو رجل مع امرأة لا تحل له إلا وثالثهما الشيطان. وكذلك إذا خشيت الفتنة في الطريق بأن يتعرض لها من يؤذيها أو يفتتن بها أو تفتتن هي به، إنه لا يجوز لها أن تذهب في هذه الحالة. أما إذا أمنت الفتنة في الطريق ولم تخلو مع الخياط فلا بأس بذلك، والمسافة قريبة. نعم، مع تسترها وتحفظها وتجنبها للطيب عند الخروج. نعم، أثابكم الله. أيضا تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع صديقتها أو جارتها في سيارة أجرة للسوق وهي لا تريد أن تشتري شيئا ولكن لمرافقة جارتها أو صديقتها بدون محرم معهما؟ ركوب جماعة من النساء اثنتين فأكثر مع رجل لا بأس بذلك لعدم الخلوة، لأن الخلوة زالت، ولكن ركوبهن مع سائق الأجرة هذا فيه محذور، لأن سائق الأجرة غير مؤتمن في الغالب، إذا لم يكن سائق الأجرة معروفا بالأمانة
والدين، فلا ينبغي أو لا يجوز للنساء يركبن معه وهن لا يعرفنه، أنه ربما يحصل بذلك فتن عظيمة، فلا بد أن يكون سائق الأجرة محل ثقة، محل دين ومعروف بالنزاهة، وإذا ركب معه جماعة من النساء فلا بأس إذا كان هذا بدون سفر. نعم، بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا، إذا كانت المرأة تطهر غالبا في اليوم السادس ولكنها أخرت الغسل إلى اليوم السابع، فهل عليها شيء؟ لا يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى يوم السابع، بل واجب عليها أن تغتسل عند انقطاع الدم وحصول النقاء من الحيض، يجب عليها أن تبادر بالاغتسال من أجل الصلاة. فإذا أخرت الغسل تأخيرا تفوت معه بعض الصلوات فهذا حرام عليها. نعم، بارك الله فيك. هذا السائل وليد عثمان من سوريا يقول، إذا تاب المسلم إلى الله توبة نصوحا وعاهد ربه صادقا على الاستقامة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصيام، فهل يقضي الصلاة ولو كانت 10 سنين مثلا؟ أفيدنا أفادكم الله. تارك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين، حالة الأولى أن يكون جاحدا لوجوبها، يرى أنها ليست واجبة وأنها من التقاليد الاجتماعية أو ما أشبه ذلك من تعبيرات التي يقولها بعض الجهال والمستهترين الذين يقولون أن الصلاة من التقاليد الاجتماعية، فهذا كفر بإجماع المسلمين، لأن من قال هذه المقالة وجحد وجوب الصلاة فإنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وما علم من الدين بالضرورة. أما إذا كان يعترف بوجوبها ويعترف أنها ركن من أركان الإسلام وإنما تركها تكاسلا فهذا محل خلاف بين العلماء. التوبة واجبة عليه بكل حال، والمبادرة بالتوبة واجبة عليه بالإجماع، ولكن يبقى هل يعيد الصلوات التي تركها أو لا يعيدها. من العلماء من ذهب إلى أنه يعيدها بناء على أنه لم يخرج من الإسلام بترك الصلاة تكاسلا في رأيهم، وإنما يكفر كفرا أصغر فيعيد الصلوات التي تركها لبقاء أصل الإسلام معه. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلوات التي تركها، لأن من ترك الصلاة متكاسلا فإنه يكفر كتاركها متعمدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، في أدلة كثيرة. وهذا هو الصحيح، أنه يكفر كفرا أكبر ولو كان تركها متكاسلا، وبناء عليه إنه لا يعيد الصلوات التي تركها متعمدا، وإنما يصدق في توبته ويحافظ على صلواته في المستقبل ويكثر من الطاعات والنوافل، والله يتوب على من تاب. نعم، ثابكم الله. يلاحظ يا فضيلة الشيخ، وما دمتم تكلمتم بتوسع في موضوع الصلاة وأهميتها، أن بعض الناس الذين قد ابتلوا بها بالتقصير في الصلاة أو تركها بالكلية يحرصون على الحج والصيام والعمرة والزكاة، فهل يا ترى أعمالهم هذه لا يؤثر فيها ترك الصلاة؟ هذا على التفصيل السابق، إن كانوا جاحدين لوجوب الصلاة فإن أعمالهم لا تفيدهم شيئا بإجماع المسلمين، أما إذا كانوا مقرين بوجوبها وإنما تركوها كسلا فمن يرى أنهم لا يكفرون فإن أعمالهم صحيحة ولكن يؤاخذون على ترك الصلاة، ومن يرى أنهم يكفرون الكفر الأكبر فإن أعمالهم باطلة لا تفيدهم شيئا، وهذا هو الصحيح. الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن لا يحصل الأخوة في الدين ولا يتركون من القتل إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وهذا المهندس أحمد الغامدي يحييكم، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.